رضوان صباح الخير. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا بسي رضوان. الله يحفظك دكتور بارك الله فيك. من زكينا ومن زكينا يا 2019 وبخير وعلى خير وعلى كاع الأمة العربية كامل يا رب العالمين. بغينا السلم والسلام والمحبة والخير تنزل بين الناس والمحنة ونكونوا بحال الصوفة شي ما كيعقرش يا رب العالمين. ندخل 2019 بزايد الرزق وبالحكمة وبالتدبير على البيوت يا كردوان. اللهم آمين اللهم آمين. الدعوات كتمشي بإذن الله. ندعيو اليوم وندعيو في المناسبات كلها والسنة الهجرية وندعيو في عيد المولد وندعيو في العيد الصغير وندعيو في عيد الأضحى وندعيو في أي مناسبة وندعيو في كل فجر كل صباح وندعيو في كل عشاء. باب السماء مفتوح وسيد ربي يستجيب الدعاء ديالنا يا رب العالمين. السي رضوان الله يحفظك دكتور. أش حب الخاطر أخويا. الله يعطيك الخير يا دكتور بارك الله فيك. تفضل السي رضوان. دكتور أنا اتصلت بك على ود واحد ما كنعرفش نسير ما عندي خدام سيكيريتي كان ندير ديك 4000 درهم. عندك 4000 درهم دخل دخل 4000 درهم عندي فيها واحد الكريدي ديال البنك واحد كتقطع لي واحد 1500 درهم هكاك. لا كيفاش هكاك يعني خاصك تكون عارف شحال كيتقطع لك. لا 1500 درهم هكاك يعني ايه ملي قلتي كتقطع لي واحد 1500 هكاك دخلنا في لابروكسيماتيف حيت بحال قلتي واحد 1480 درهم صافي 1480 درهم دابا راه الدرهم راه خصنا نحسب المحاسبه راه ما كتحشم من حد نعطيو الارقام مضبوطه واخا معقوله اذا انا كتبقى لك 2520 درهم كتبقى لك واخا. رضوان متزوج متزوج دكتور عندي جوج وليدات جوج وليدات. السيده المحترمه كتشتغل داخل البيت ولا خارج البيت؟ لا دكتور ما كانت متبعه الدراسه ديالها ملي تزوجات ما بقاتش كملت المستوى الدراسي ديالها شحال؟ الباك الباك ايوا باك جبتيها حتى خلى الاخر قال ليه وصلتينا النص البير وقطعتي الحبل بينا اغنيه رائعه جدا عراقيه وصلتينا النص البير وقطعتي الحبل بينا ما كملتي بينا في المستوى الجامعي ما خليتينا في مستوى جبتيني الباك اخويا وهذا الباك ما دوزوش ليبر اخويا ما دوزوش حر بصادف. رضوان شحال هادي باش تزوجتي؟ سبع سنين وكبر. سبع سنين هاد السيده انقطعت على الدراسه هذه سبع سنين على الاقل. سبع سنين عرفتي باش نعاودو نديماريو الموتور ديال الدماغ باش يعاود يتهيأ ويوجد البكالوريا حره. لا هي دكتور راه دوزات باك ليبر ولكن مع كانت حامله ولدات داكشي علاش. خداتو ولا ما خداتوش الباك؟ لا ما خداتوش للاسف ما مراجعاش وتلاقات ليها مع الولاده وداكشي ما كاينش تخطيط يا اخي ما كاينش تخطيط رضوان مادام كدوز في الباك وهي مسكينه حامله وحتى ومسؤوليه البيت وهذا تبغي دير راسك في بلاصتها انت. الله يسلمها صافي لا دكتور ياك رضوان مقدرها دكتور والله الا مقدرها ماشي معلوم معلوم مقدرها دكتور الله ايه دير غا خديه انت في التريكو ديالك شتي داك التريكو ديالك سيرفيت دير فيها خديه وبدا تدور في البيت غتشوف هادي خديه ما كاينش بنادم في البطن ديالك كاين الله يسمح لينا من الوالدين قول امين رضوان الله يسمح لينا من الوالدين. انا بقات فيا السيده حيت وقفت هنا ما كيف قلت لك وجبناها النص البير وقطعنا بها القنبه وخليناها تما وهي انا دكتور ما والله ما حرمتها من لا انا ما بغيتكش لقيتها اللي تكوني واجده وداكشي انا معاك رضوان شوف معايا 2019 2018 و17 و16 سبع سنين هذه دازت معقوله كاين فيها هدر اجي نبنيو شي حاجه في 2019 مع المدام رضوان معقوله هادشي اللي بغيت نقول لك حيت انا من كتبقى لك 2520 فهمتيني وعندك دابا ابن واحد ياك؟ لا جوج وليدات. جوج وليدات السن ديالهم شحال؟ 4 سنين وعامين. 4 سنين وعامين، واحد دخل للروض وواحد العام الجاي. واحد كيقرا حاليا في لا موين سيكسيون والاخر مازال. لا موين سيكسيون شحال كتخلص عليه؟ قول دكتور 600 درهم. 600 درهم وخو غيلحق عليه العام الجاي؟
هي خصوص 600 غنديروا ليه 400 لانه هو لا بتيت سيكسيون. غادي يجيب 1000 درهم، غادي خصنا 1000 درهم، ما نحيدو 2500 هذا غتبقى لينا 1520 درهم. ها علاش كان دوي؟ ها امكو كانت في ديها دابا نشاط مدير الدخل في ديها شي صنعه ديالها، كون كانت هذاك الباك اللي بردرنا به شي حويجه الى اخره وتزيد بينا لقدام، ها الوليد غيدخل السنه المقبله راه غيدخل للروض وغادا تحرر هي، غادا تحرر واحد 4-5 ساعات في النهار ديالها. يلا وانتهيئوا دابا، خلي اللي داع اللي مشى داع. دابا 2019 بغيت رضوان ومراته تحسن ظروفهم الماليه. صحيح. انت سيكوريتي الله يحسن العوان النهار كامل وانت واقف كتبدا مع الشمس كتبدا في الصباح. قرب 24 ساعه دكتور. ايه اي الانسان راه مكسوب، ايه مكسوب. اذا هذاك الشيء علاش بغينا السيده الى تجيب لنا رزقها هي لارجون بوش ديالها وتعاوننا في الوليد الصغير، راه درتي بزاف، راه درتي بزاف. الى تجيب لنا المدام 1500 درهم درنا بزاف رضوان، نشتغلوا على هذا 1500 درهم. صح. اشنا هي الميوله حتى لما لقيتي علم تخدم؟ خدم على العقليه ديال مراتك، الزوجه ديالك اللي عايشه معاك في البيت، خدم معاها مخها. النشاط ديالها، الحيويه ديالها، الارتياح ديالها فين كاين؟ اش كتعرف دير؟ اش كتبغي دير؟ صح دكتور. اش كتبغي دير المدام ديالك؟ مياله للخياطه، مياله للطبخ، مياله للرسم؟ هي دكتور عندها الاراده ديال كل شيء، ما يعني ذكيه بزاف، ما نقولكش دكتور. وماشي حرام نقتلوا هذاك الذكاء فيه؟ حاجه واللي حطيتيها فيها نقول لك يا دكتور شتي من ناحيه المصروف هي والله الا كنعطيها دكتور. دابا انا كنشد فلوس ما كنعرفش كنخلص الكرا والماء والضو وداك الشيء، ما كيبقى لي والو، صافي كنبقى غير. شحال باش كاري؟ دكتور قول 24 الف ريال. 24 فلي. ها انت دابا عندك 2520 درهم، كتحيد منها 2200 درهم ديال الكرا ياك. ها انت دابا راه بقات لنا 1320 درهم باش عايشين حنا اربعه ديال الافراد. صح دكتور. فيها الماء والضوء والماكل. معقولة دكتور. وإلا مرضوا الوليدات؟ كتكون صعيبة. بلاتي عاود هذيك التنهيده، عاودها. مهمة. سمعتيها اش قلتي؟ هذيك راه الأولى خرجات تلقائية، والثانية قلت لك أنا فرضت عليك باش تنهد باش يكون الفرق. هذيك الأولى راه خرجات من الداخل. صح دكتور. إيوا شتي رضوان تخطيط. ها التخطيط. هذيك المرأة راه ماشي خصنا نشوفوا فيها، نشوفوها عالة علينا ولا نشوفوها أنها تقلع علينا. هذيك المرأة راه ذكاء، واحد المجهود كاين، واحد الخبرة، واحد راه لا استثمر في المراه ديالك، راه ممكن تفاجئك وتقدر نقولها لك تقدر تجيب هي تفوت هذيك 4000 درهم ديالك تفوتها في الشهر هي بذكائها. شتي يا دكتور؟ نعم سي دكتور. والله العظيم ما نكذبش عليك، الا قلت لك الا كتخرجني في مازيق زعما شي مازيق نيت كنكون واحد فيه. كنكون وراه دابا واصله فيا العظم كما كنقولوا. يلا سبحان الله العظيم. اشناوي دير في 2000 2019 خليني رضوان صافي. 2018 و17 و16 وداك الشيء اللي درنا، سبع سنين دازت، سبع سنين نسميوها سبع سنوات ديال العجاف ياك. بغينا السبع سنين الجايه وغتبدا من 2019 بغيناها تكون سبع سنين ديال الاستثمار. بغيتك تجلس انت والمدام ديالك وتشوفوا نشاط فكره، راه الوليد غير عامين تبارك الله صافي، راه بدا شويه كيشد في الصح. العام الجاي في شتنبر المقبل غادي يمشي. وجد المدام ديالك الانطلاقه ديالها باش 1000 دابا، حيت ملي كتبقى لي 1320 درهم هي شارحه راسها، وكنقسمها خويا على 30 يوم، راه غادا تعطيني 44 درهم في اليوم، هو المعدل فيه كل شيء. ايه فيه كل شيء، فيه الماء والضوء والماكل والمشرب والملبس ديال الوليدات الى اخره. هاد المراه هادي اللي هي ذكاء حاد كيف من انت كتكلم عليها، واش ما نجلسوش نفكروا معاها ونشوفوا كيفاش غادي نخرجوا شي حاجه؟ كيف سمعتي بشرى مولات البزيطمات، المراه اللي كتخرج البزاطم وكتبيعهم ب 6 7 دراهم البزطه؟ صح دكتور. مولات سميره مولات الحلوى اللي شتيها ضربت فوق الطبله قلبت علينا طاوله في برنامج واش لاباس، قالت لك انا
امراه في 44 عام غنضرب فوق الطبله غادي نخرج. وباعت اول كيلو ديال الحلوه ديالها ب 80 درهم. صحيح. هنا عندنا في البرنامج هذه سميره. صحيح. وزيد 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 والاخوات الخياطات وصحابات الرانده وصحابات التوب وصحابات التنظيف وصحابات هذا وابراهيم والقليه اللي جا والاخوان كاملين والسي محمد مول الرياضه ديال ايتباها والاخوان كاملين اللي كيتصلوا بالبرنامج بطبيعه الحال واللي كيقسموا معنا تجربتهم واللي كيحسوا بنا اننا ماشي كنستمعوا لهم حنا كنتصنتوا لهم وهذاك الانصات ماشي هو الاستماع. ورضوان دابا بغيت نزرع فيك في هذا المطلع ديال 2019 الله يدخلها عليك بزيد الرزق. بغيتك اخويا نزرع فيك الان روح المقاوله بغيتك دير شي حاجه ونبداو صغار. ها هو يلا اقطع معنا الاخ ديالنا البناي سمعتيه اش قلنا لي مصطفى لاطا مصطفى لاطا غنسميوه هكا مصطفى لاطا بناي وغادي يبدا لاطا في النهار ب 50 درهم وتجيب لنا 1500 درهم. صحيح. المراه ديالك عندها بكالوريا وممكن بصفحة رسمية في الانترنت ممكن يجيب 50 درهم في النهار. سمعتي فاطمة الزهراء المربية راه بدات بأول مشروع ديالها غتربح فيه 200 درهم. راه اللي ما عرفش بحق 200 درهم ورقة هي 200 درهم يبقى يشوف فيها يشدها ويبقى يشوف فيها ربحها من أول مشروع. راه النهار كيتزادوا الأصفار على اليمن راه ما يعرفش ما غيفهمش. راه من 200 درهم كندوزو ل 2000 درهم كندوزو ل 20000 درهم كندوزو ل 200000 درهم وغادي توسع الرقعه ديال الرزق ديال سيدي ربي. خدم عبدي وانا نعاونك تحركوا ترزقوا. اذا الى عطيتك ثلاثه ديال الانشطه المحتمله مع الزوجه ديالك اشنا هي اللي كيبانوا لك ان الزوجه ديالك تقدر تنجح فيهم في الانترنت؟ تربيه ديال تربيه ديال الاطفال. كاينه هذيك راه اييه حيت ديجا عندها خبره على داك الشيء ديال الرا وداك الشيء. راه ام هي راه ام اولا بالفطره مربيه راه ام داك الشيء اللي كاين عاد نزيدوا العلم. وبالنسبه للانترنت راه عندها مع شي دكتور ديال الانترنت راه كتعرف فيه قالت لي بغات دير كاع الانفورماتيك. دابا حنا كنجريو ضد كنلعبوا بحال داك الدراجات كيلعبوا ضد الساعه. نعم حنا دابا انا كنقلب في الهاتف ديالي كنقلب سيدي على لاجوندا. ها لاجوندا ها هو قدامي باذن الله. بمعنى انه يعني غدا ان شاء الله فاتح يناير ياك غادي يكون الثلاثاء ياك. نعم نهار 8 يناير غنكونوا الثلاثاء المقبل 8 يناير ياك؟ نعم دكتور. 8 يناير غادي تعيط ليا السي رضوان وغتكون الرفقه ديالك غادي تكون الزوجه ديالك. واخا دكتور. وغادي تتصلوا بيا انت وياها ولكن غادي تجيبوا فكره كنطلب منكم جيبوا لنا ثلاثه ديال الافكار انت والزوجه ديالك وغناخذوا انتوما ومعكم انا غناخذوا فكره رفقه المستمعات والمستمعين غنشوفوا الفكرة اللي غتناسب الزوجة ديالك باش تنطلق في 2019 ماشي كيف دازت 18 و 17 دازت وهي كتعاني ومتحملة الزمان. هنا غتولي هي معاندة مع الزمان وهي اللي غتبدا كتعطي فائض قيمة هي كتجيب الفلوس لبيتها. نعم دكتور. إذا غنتعاونوا أنا وياك أرضوان والمدام ديالك وغادي نحولوا الحلم ديالها الفكرة والفكره غتحول مشروع والمشروع غيتحول لنشاط مدير الدخل والنشاط مدير الدخل غيتحول لبزنس بلان والبزنس بلان غيتحول لكرونوغرام والكرونوغرام غيتحول لحياه حيه فيها الرزق ديال سيدي ربي. شتي اللي كيقول لك البركه هي هذه هذا المسلسل اللي عطيتك هو البركه هكا كتنزل البركه ديال سيدي ربي في البيوت. نهار 8 ثلاثاء 8 يناير غادي تتصل بي انت والزوجه ديالك باذن الله السميع العليم. ان شاء الله دكتور. ولكن ما تجيونيش خاويين جيبوني فكره انا سجلتها. ان شاء الله دكتور. سي رضوان يوم 8 يناير باذن الله كنتسناو المكالمه ديالك وتكون الرفقه ديالك الزوجه ديالك الصالحه. ان شاء الله دكتور. الله يكمل عليك رضوان وشكرا جزيلا. تحيه طيبه لرضوان والناس ديال اكادير العزاز علينا.
محبة خالصة. اليوم يوم الحصيلة، يوم الجلسة ديال كويز داتاي، ليلة التأمل، فاش ما نبقاوش واحلين في الأخطاء ديالنا. كذب عليك الكذاب اللي قالك ما كيخطأ شيء، ما نبقاوش واقفين عند الأخطاء ونحددوا المسؤولية. انت لا انت اللي غلطتي، لا انت اللي غلطتي، أسيدي الكوبل ديالنا اللي غلط، أنا ومراتي غلطنا 2018 ما نجحناش في كذا. بحال سعيدة اللي اتصلت بنا وخسرت 46 مليون في دقة واحدة في مشروع ما نجحش. ما كلموش الزوج ديالها بقدر ما احنا مستعدين نواكبوه ونصاحبوه والله يرد بينا كاملين. العيب كاين في التدبير، وارد في البيت ديال سعيدة، وقلت لكم غادي نرجعوا ليه. 46 مليون دقة كبيرة على البيت وعلى النفسية ديال سعيدة والزوج ديالها. احنا مازال زايدين فيه، مازال غنشريو موتور ومازال عندنا جوج طوموبيلات هذا، والعين كبيرة ولافخيم لافخيم والنخوة على النخوة وبخ وهادشي كامل هو اللي كيربي يريب البيوت. وحنا يلاه كنبنيو مع مصطفى، يلاه مصطفى البناي، يلاه بدينا كنبنيو كنرممو، نعيطو على مصطفى البناي يرمم الشقوق اللي كيعاني منها البيت ديال سعيدة والزوج ديالها. لي ميتافور، الصور المجازية والجناسات والطبقات اللي كنستعملوا الهدف منها بطبيعة الحال هو نغلفوا الميساج ديالنا في أجواء مرحة، ما نخليوش الهضرة قاصحة، وندوزوا الكلام زوين ونقي، ولكن الميساج راه كيوصل. لأن الميساج شنو هو؟ هو نرمموا بيوتنا وندخلوا ليها هذيك الحكمة والذكاء المالي والتربية ونزيدوا القدام. لأن الوليدات راه كيجي النهار فاش كيجي يوقف ولدك قدامه وكتافه تيولي عرض من كتافك وتيقول لك اش درتي لي با، وهذاك السؤال خايب بزاف، وهذيك اللحظه خايبه بزاف على الاباء والامهات. اذا نستعدوا الله يكثر خيركم للسنه المقبله، الله يدخلها بزيد الرزق وبالصحه والسلامه والعافيه على هذه الامه. وبغينا الخير والخمير للشباب، وبغينا الامل يتزرع بقوه القادر الناطق، هو سيد ربي اللي كيزرع الامل ديالو والايمان ديالو في القلوب ديال الشباب. والنهضو نوضو نتوكلوا على الله، كي قلتها نلوحوا لعبانه ونبنيو خانه خانه الميزانيه ونزيدوا بها. وهانتا هانا السنه ديال 2019 ان شاء الله غنديروها السنه ديال المواكبه والمصاحبه، وكاينين مفاجات كبيره غتوقع في البرنامج باذن الله، رحنا هيئناها وغادي نعلنوا عليها في الوقت المناسب ديالها. اذا اجي نديروا الهندسه الماليه ديال البيوت، اجي ندخلوا الحكمه للبيوت، اجي ان شاء الله نتوكلوا على الله بقدره السميع العليم وندبروا المشاريع ديالنا، ونديروا كيف دار مصطفى اللي تخلص من 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 ديون ديالو واللي خلصها بكل ذكاء بكل مهاره، ونمشيو ان ندبروا الاشهر ديال المخاطر ديالنا ونستعدوا. احنا من دابا كنتهيئوا لشهر رمضان الابرك من دابا، ومن بعده العيد الصغير وعيد الاضحى والعطله الصيفيه والدخول المدرسي المقبل. ها هو راه كنتكلموا مع رضوان، راه ولده العام الجاي غادي يدخل للروض لا بتيت سيكسيون كي قال هو. اذا لا بول دو نيج، كره الثلج راه جايه. يلا اجي نبداو من دابا العقلانه ديال المارشي، اجي من دابا نديروا الحكمه ديال ميزانيه الصفر، ومن الان ندير واحد الصناديق في هذيك الميزانيه ديال العيد الكبير بسبعه دراهم ثلاثه دراهم بجوج دراهم، وحنا كنوجدوا ما كنتفاجئوش ملي كيوصل العيد الكبير عيد الضحى كيلقى عندنا الميزانيه منزله. ميزانيه التربيه والتكوين ديال الوليدات، ميزانيه ديال الفلوس ديال التكوين ديال وليداتنا، ميزانيه الدعم، ميزانيه المواكبه ديال الوليدات، الميزانيه ديال الدعوات وديال الاستقبالات ديال الناس، وميزانيه ديال هذا، وبطبيعه الحال ميزانيه ديال استقبال المولود الجديد اللي كي يزدان به الفراش ديالنا. والله سبحانه وتعالى هو اللي كيصور ما في الارحام، ولكن حنا كنديروا التخطيط المالي لاستقبال هذا الضيف اللي غادي يشرفنا واللي غادي يجي عندنا وغيكون ضيف ماشي ثقيل، غادي يكون ضيف خفيف الظل. اذا الذكاء المالي، ونحاربوا العشوائيه، وندبروا بالنيه ونحاربوا العشوائيه، ونزيدوا لقدام بالبيوت ديالنا. الله يدخل
اليسر اليسير والخير الكثير والرزق الوافر على كل البيوت ديال المستمعين والمستمعات. وبغينا هاد السنه ان شاء الله اللي غادا تنطلق يجيبها سيدي ربي بزايد الرزق للجميع، ونتعاونوا على بناء مستقبل ديال مجتمع زوين فيه الحكمه وحسن التدبير. كان معكم في من بين الطاقم التقني ديالنا والمشرف على الديجيتال الاستاذ سعد بويكادين كنحييه، وكان نتمنوا الصحه والسلامه لشمس الدين الوليد ديالو، كان حي مخرجه الحلقه الاخت خديجه مرحي والاطقم التقنيه كلها والاخوان اللي في لا ريجي كلهم وفي قسم الاخبار والاخوان كاملين، الله يدخل هذه السنه عليهم وعلى الاسره ديال راديو بلس اللي كيعاونوني بزاف، وكنحييهم وكنقول لهم شكرا جزيلا على الدعم اللي قدمتوه ليا باش كنأدي الواجب ديالي في اطار الحكمه المنزليه. كان معكم دائما اخوكم الكبير الدكتور دريس خضري اللي كيبغيكم وكيتمنى لكم سنه ميلاديه طيبه. السلام عليكم باذن الله، والى الحلقه المقبله. السلام عليكم.